مشاهدينا اهلا بكم من جديد وطعم البيوت، وبنقول ان مفيش شك ان الجمعيات الاهليه والمنظمات الاهليه دور مهم جدا في خدمه المجتمع، فهي دايما بتساهم بشكل كبير جدا وفعال في تقديم خدمات اجتماعيه وتنمويه. فالعمل التطوعي دايما بيركز على حشد الطاقات البشريه الموجوده في المجتمع من خلال الانشطه والخدمات اللي يمكن ان تقدم للمجتمع ويفيد الدوله والمجتمع ايضا. واصبح الاهتمام متزايد جدا بالمرأة وبدورها في تنمية المجتمع، حيث إنها تشكل نصف المجتمع وبالتالي نصف الطاقة الإنتاجية. عن هذا الموضوع بيسعدنا استضافة المهندسة منى العريشي، مؤسسة لمنظمة أهلية تعمل في مجال تنمية المرأة والمجتمع. أهلا بك يا منى معانا في طعم البيوت. أهلا بك يا ليلى. أنا عايزة في البداية تكلميني عن دور المؤسسة اللي أنت يعني عايزة أقول قمتي بالعمل فيها وأقمتيها من البداية. هي دور المؤسسة بينحصر في المرأة. المرأة بكل الشرايح العمرية بتاعتها. أنا قلت إن هي نصف المجتمع. ما هي شرايح والطاقة الإنتاجية يعني. طبعا حقيقي، ومش بس كده، إحنا بنبص على البنات وعلى السيدات وعلى الجدات، مش بس بنبص على المرأة العاملة. المرأة العاملة في خارج المنزل، دايما نقول المرأة تعمل سواء خارج أو داخل المنزل. فالمرأة العاملة زي ما قلنا خارج أو داخل المنزل، المرأة في المجتمع اللي بتربي، المرأة اللي هي بتبقى زي الزهرة في البيت، يعني البنت في البيت بتقدر تغير. دايما المرأة عندها المقدرة على أنها تتقبل التغيير. وبالتالي أقمت هذه الجمعية وكان لها نشاط، كلميني عن نشاط الجمعية. نشاطها إنها بتوعي السيدات في كل الأبعاد بتاعة الإنسان، الإنسانية اللي هي البدن، الجسد يعني، والقلب والروح والعقل. فإحنا بنحاول نوعي السيدات إزاي إن هي كست تحافظ على تغذيتها، على إنها صحتها وصحة طبعا العائلة بتاعتها أكيد. من ناحية البدن، وحاجات أخرى زي الرياضة، زي المقدرة أنها تبقى قوية وهكذا. طبعا احنا عندنا مراحل عمرية، كل مرحلة بتبقى محتاجة تغذية، دي من ناحية الجسد أو البدن. الناحية التانية ناحية العقل، أنها تفهم نفسها وتقدر توصل. الست بتبقى ذكية وعندها فطرة، ذكاء فطري، فمطلوب من المرأة أنها دايما تحافظ على آخر مستوى معلومات عندها في جميع شرايح المجتمع. فاحنا مثلا ممكن ندي فن اداره المشروعات، فن الوقت، فن التغيير، انها النهارده هي عايزه ناويه انها تعمل حاجه معينه في بيتها، تغير حاجه في بيتها، فازاي تدير مشروع صغير زي تغيير بيتها مثلا. طب منى، زي ما انت قلتي، ازاي نستفيد من المراه بكل فئاتها، يعني البنت، الام، الجده، كله على حسب دوره في الاسره الصغيره بدايه والمجتمع بعد كده، ازاي؟ أنا ده أقول انت لحضرتك بتوجهيهم ازاي؟ بدايه مثلا هدي مثال صغير لحضرتك على الاسره. حاليا في سيدات تعمل كتير خارج المنزل وبيعتمدوا على الجده في تربيه الاولاد. الاولاد دول ممكن تكون شريحه العمر بتاعتهم في سن المراهقه مثلا. من اصعب السن، الشرايح السنيه في التعامل. فبنحاول نوعي الجده بالتواصل، كيفيه التواصل مع المراهقين. بحيث انها المراهق اللي عندها في البيت ده وهي ست يعني في مرحله كبيره ما بينهم بعض في العمر، يقدر يبقى في توافق. بالعكس هي هو تديله بيبقى في توافق بينهم رساله وبين جيده، الام، لان الام بتبقى قريبه اقرب منهم شويه. اكتر، ويمكن الجده بتتساهل في حاجات كتير قوي، او العكس، بتتنازل او تبقى كمان مش قادره تفهم هو بالظبط بيفكر هم ازاي. عايزين ايه فدي بالظبط. مثلا من الحاجات اللي احنا بنحاول نوعي بيها الجدات. في مقابل كده بقى حضرتك قلتي احنا بنتكلم على داخل البيت. داخل البيت طبعا مجالات كتيره جدا. انا النهارده اسره، فعاده ببقى يا اما في عماره يا اما في منطقه سكنيه حواليا اسر زي. فممكن جدا السيدات مع بعض يعملوا حاجه شبه الجمعيه الاهليه، ويبتدوا يتكاثفوا على نبدا الاعمال التطوعيه لا نهائيه، من اول نظافه المكان الحته بتاعتي انا، لحد نظافه المكان اللي انا اكتر اسكن فيه زي عمارتي، لحد نظافه الحي. وده مهم الحقيقه، واحنا شايفين مشكله القمامه شكلها ايه في مصر، هو مشكله يعني لو القمامه كل واحد طبعا نظف العماره بتاعته خلاص، قدام العماره اكيد كلنا والفصل هنستفاد. مثلا، يعني احنا دلوقتي بنحافظ على البيئه، مش مجرد بس عايزين نظافه، احنا عايزين نرتقي كمان لمرحله من الجمال اي بعد النظافه اللي هي فصل
القمامه. فاحنا لو بنقدر نفصلها البلاستيك ده من بدايه قبل ما تخرج من البيت. بالظبط بالظبط. زي اوروبا وامريكا بيعملوا كده. والله عايز اقول لحضرتك ان في مؤسسات كتير جدا بتدعم هذا، وبتقدر تاخد ورق لوحده او بلاستيك لوحده او الحاجات المعدنيه لوحدها غير المواد العضويه. فيعني لو انا فصلت زبالتي وطلعتها صح من الاول، ده هيحل وهيسهل حاجات كتيره جدا وهيوفر فلوس كتير قوي، لان القمامه دي بتتكلف جامد جدا يعني. وده يعتبر على فكره عمل تطوعي. يعني في حد ذاته ان ده مجهود اضافي على اليوم العادي بتاعي كسيده. طيب احنا يعني شفنا بعض الاعمال التطوعيه اللي حضرتك قلت عليها، لكن في بعض الانشطه ايضا بتحتاج لوجود الرجل بجانب المرأة. يعني مش بالضرورة بس زي ما انت بتقولي ان المرأة من اصغر فرد لاكبر فرد ان هو يقوم بكل الاعمال، في من بداية من الاسرة وبعدين المجتمع، لكن في بعض الانشطة والاعمال بتحتاج بالفعل الرجل ووجود الرجل. والله هو اهلا بيه، احنا ما عندناش اي مشكلة، بالعكس. الموضوع مش موضوع تفرقة، ده احنا بالعكس احنا عايزين نخلي السيدات يساعدوا مع المجهودات التطوعية اللي موجودة حاليا في الشارع المصري. وده فكر كمان، يعني انا طالبه كمان من السيدات انهم يفكروا ازاي يربوا اولادهم، لان فكر التطوع ده وعلى فكره هو لا علاقه له نهائيا بالمستوى المادي بتاع الاسره. لا طبعا، يعني فكر التطوع يبدا من الجميع. يعني انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، في بعض الاحيان بعض التجار بيستغلوا ان نقص بعض المواد التموينيه وبيحاولوا يتلاعبوا بالاسعار. من فكر التطوع بتاع المرأة اللي هم في مكان السكني او في المنطقة دي يقدروا ان هم يعملوا تحكم في الاسعار في السوق، انهم يقطعوا المقاطعة. تفتكر ده ممكن يحصل؟ ايوه حصل على فكرة. وحصل مش حاجة، يعني مش هتتخيلي، في مناطق زي امبابة مثلا وقت الثورة حصل تلاعب في الاسعار. فكان في سيدات من الممكنات اللي هم عندهم وعي، كنا اتكلمنا معاهم كتير قبل كده، قدروا انهم يعملوا تحكم وفعلا ظبطوا سعر السوق. طب ده نشاط مهم جدا ويحتاج وجود الرجل جنب المرأة عشان أكيد يدعمها كمان. بالظبط، هو يطلع لان هو اللي بيصرف جنبها. فهي الستات بوعيها هتقدر تساهم جيدا جدا في المجتمع وفي الحركه. طب ازاي نخلي كل فرد ليه في العمل التطوعي ده ليه دور فعلا، وننمي الوعي بشكل جادي بقى مش كلام وخلاص؟ طيب انا هقول حاجه دلوقتي بالنسبه للعمل التطوعي. انا بعتبر ان الوقت هي اكتر حاجه ربنا، راس مال ربنا مديهولنا، اهم حاجه. ولو هنعده مش يعني لا نهائي من اول ما بنتولد لحد ما الواحد بيتوفاه الله. فبنقول ان الوقت ده هو لو انا قدرت ان يعني اوجهه في الاتجاه الصحيح، ده اعلى كتير من التبرعات الماديه. يعني انا مش هتكلم النهارده نهائيا عن الفكر بتاع الفلوس، احنا بنتكلم بس على المجهود بالوقت. تنظيم عمليه ما زي ما قلنا، حتى مجرد ان احنا هننظم نظافه المنطقه اللي احنا فيها، او ان احنا هننظم ازاي نتحكم في سعر السوق بتاعنا، ده بيستلزم تخطيط، بيستلزم اجتماعات، بيستلزم تطبيق. فزي ما حضرتك بتقولي، اما ابتدي من الاول لحد ما اظبط سعر السوق، ده يبقى ده المشروع بتاعي كامل على بعضه. الفكر التطوعي دايما بيحب يركز على مجال، فاحنا لو اخذنا كسيدات فكر ما وقدرنا نركز فيه، هنقدر ان احنا نطور بلدنا ونتقدم. طب سؤال اخير وسريع جدا، يعني عايزه اقول لك ان بعد الثوره شفنا الشعب المصري كان اكثر ايجابيه واكثر تنميه، وافكاره كلها يمكن اتغيرت، وده شفناه بدايه من اللجان الشعبيه. ازاي ممكن ننمي ده عند الشعب المصري ويبقى في كل حاجه في يعني عمل تطوعي، مشتركين في كل حاجه مع بعض زي ايام الثوره واللجان الشعبيه الرائعه اللي شفناها؟ هو تحت الضغط دايما المجهودات بتتضافر والناس بتنسى نفسها. فاحنا هنخلينا نتكلم على حته الست بالذات عشان بس نبقى خلصناها. الست هي اللي هتقدر تربي ولادها اللي بيتدخلوا بيقدروا يخشوا في اللجان الشعبيه. منى بشكرك جدا على هذا اللقاء. ميرسي ليكي.